السلام عليكم. يبدو أن العالم قبل من حيث المبدأ بمنطق فوز بشار الأسد رئيس النظام السوري في معركته ضد الثورة السورية. فبعد زيارة الرئيس السوداني دمشق هناك حديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الموريتاني، كما أن الإماراتيين والبحرينيين استأنفوا نشاطهم الدبلوماسي مع دمشق. زد على ذلك أحاديث إعادة التمويل التي بدأت تنتشر على ألسنة مسؤولي الدول الكبيرة منها والصغيرة. هذه المعطيات إلى جانب ما انتهى إليه الوضع في مصر وتونس من سيطرة الثورات المضادة، كما يقول عدد من المراقبين للوضع في المنطقة، كل ذلك دفع بخبراء إلى القول بأن قطار الانتفاضات العربية توقف في المحطة السورية. رأي وجد له نقيضا على الضفة الأخرى التي دعا فيها مسؤولون عرب سابقون الحكومات العربية إلى أن تستدرك الموقف سريعا قبل هبوب عاصفة عاتية ربما تفوق شدتها ما شهدته المنطقة في عام 2011. بين هذين الرأيين تدور حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، فأهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الرافدين الكرام. من هنا أخذت شعلة الثورات العربية جذوتها حين أضرم التونسي محمد البوعزيز النار في جسده لتتحول هذه الشرارة إلى احتجاجات وثورات واسعة. بدأت بتونس فأطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وامتدت إلى معظم الدول العربية تحت اسم الربيع العربي. الاحتجاجات التي بدأت منذ عام 2011 جاءت نتيجة الركود الاقتصادي وسوء الأحوال المعيشية، إضافة إلى التضييق السياسي وسوء الأوضاع عموما في البلاد العربية، وسرعان ما انتشرت هذه الاحتجاجات بسرعة كبيرة عبر عدة بلدان عربية. رافقها نشوب معارك بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن وقوع الكثير من القتلى والجرحى واعتقال الآلاف من المواطنين. واستمرت هذه الاحتجاجات والثورات التي ارتفع فيها صوت الشعب يريد إسقاط النظام، لكن لم تتحقق جميع رغبات الشعوب بما كانت تتمناه. فسقطت عروش وبقيت أخرى، ولم تقطف هذه الثورات ثمار تلك التضحيات إلا النزر اليسير هنا وهنا، فما زال الوضع الاقتصادي سيئا والظروف المعيشية والاجتماعية تزداد سوءا مع التضييق السياسي على الشعوب. فالثورة السورية التي أعطت الكثير من الدماء وعانى أهلها القصف والتهجير والتشريد تقف اليوم أمام تحديات وانعطافات كبيرة، ووجل مما تخبئه تصريحات الولايات المتحدة بالانسحاب من سوريا وما أعلنه المبعوث الأمريكي جيمس جيفري من أن بلاده لا تسعى إلى التخلص من بشار الأسد. وفي اليمن يبدو أن هناك اتجاها أمميا لتسكين هذا الملف، في حين ما زالت ليبيا منقسمة على نفسها بينما الوضع مستتب لما أسماه مراقبون الثورة المضادة في مصر. هذه الصورة المشهدية للمنطقة العربية تثير الكثير من الأسئلة، لعل في مقدمتها: هل انحسر المد الثوري العربي وتوقف قطار الانتفاضات في المحطة السورية، أم أن سماء المنطقة ملبدة بغيوم سياسية واقتصادية واجتماعية تنذر بعاصفة جديدة من الاحتجاجات؟ وحده الزمن كفيل بالإجابة على ذلك. ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي المحلل السياسي، ومعي عبر سكايب من لندن محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، وكذلك ينضم إلينا من فيينا الأستاذ حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا هنا في الاستوديو، سمعت المقدمة وسمعت التقرير وطبعا تتابع وتراقب ما يجري في المنطقة، يعني هذا ما يشبه الرأي العام الدولي على أن بشار الأسد فاز؟ ربما القضية ليست قضية النظام السوري فوزه أو انتصاره على الثورة السورية من عدمه، وإنما هي قضية منطقة بأكملها. هل هذه المؤشرات توحي لك كمراقب بأن الانتفاضة العربية توقفت في المحطة السورية ولم يعد هناك حراك جديد؟ لا، أنا لا أعتقد ذلك. أولا الثورة السورية عندما قامت كانت جميع هذه السفارات موجودة، وكان بشار عضو في الجامعة العربية وكان محتضن من قبل الجميع، فالثورة السورية لم تقم لغياب السفارات ولعدم احتضان بشار أبدا، هذا يعني مهم جدا. ثانيا، انتصار بشار لم ينتصر، بشار ما بقي له إلا دمشق، ثم جاءت إيران وعجزت إيران أن تنقذ بشار، ثم جاءت روسيا ثم جاءت الولايات المتحدة. فالثورة السورية هي ثورة ضد نظام عالمي لرجل مدعوم عالميا. بشار سقط، ولكن الذي أعاد بشار هي روسيا، وروسيا دولة عظمى، فلا يمكن أنه تقف المحطة عند بشار.
لكن هذا الكلام دقيق في مرحلة كان فيها السوريون يمتلكون. طبعا عندما نتكلم عن السوريين نتكلم كنموذج ما يحصل في المنطقة، كانوا يمتلكون إرادة المواجهة. الآن السوريون ذهبوا إلى أستانا، كثير من الفصائل ذهبت إلى أستانا وسلمت بمنطق المساومة السياسية أو التفاوض السياسي، وبالتالي استعاد النظام الأسد جل الأراضي السورية. طالما هناك دكتاتوريات وهناك غياب للعدالة والتعددية والتداول السلمي من السلطة، فالثورات باقية ممكن أن تدخل في يعني تدخل في منعطف آخر، أو ممكن أن تغير مسارها. أنا أعتقد أنه الربيع العربي حتى الذين وصلوا إلى السلطة لم يتمكنوا من الحكم. السبب وين؟ كان فيه فلاطونية عالية. الربيع العربي كانت فيه فلاطونية عالية، بمعنى حتى نستطيع أن نقول هو ثوري. مثاليات زائدة، فلاطونية، مونتسكيو، على أفكار مونتسكيو. لم تكن فيه ميكافيلية ولم تكن فيه حالة ثورية. هكذا هي الثورات. لا ليست هكذا الثورات، هذه ليست ثورات. الثورات تشكل محاكم ثورية لمحاسبة النظام السابق والدولة العميقة، وهذا لم يكن في النظام في الثورات أو الربيع العربي. أنا أعتقد الموجة الارتدادية للربيع العربي ستكون بطريقة مختلفة، ما راح تكون بطريقة فلاطونية، لم تكن على أفكار مونتسكيو، وإنما ستكون بطريقة ميكافيلية وبطريقة ثورية أعنف وأصلب من هذا. وهذا أحد أسباب عدم تحقيق النصر، لأن النصر إذا تحقق يحتاج إلى تمكين، فلم يتمكن الربيع العربي من السيطرة على الحكم. نعم الدولة العميقة كبيرة والمال العربي استخدم ضد الثوار وضد الناشطين العرب، ولكن بشار ليس نهاية المطاف، أو الثورة السورية ليست نهاية المطاف، ولم تحسم لحد هذه اللحظة الثورة السورية. من حسم الأمر؟ هل بشار استطاع أن يحسم الأمر؟ لا. والشرعية لا تأتي من النصر العسكري يا سيدي، النظام الحكم يحتاج إلى شرعية. من أين تأتي الشرعية؟ إما شرعية دستورية ملكية دستورية أو شرعية انتخاب أو شرعية عدالة. جميع هذه الشرعيات غير متوفرة لا في نظام بشار ولا في بقية الأنظمة. فلا يمكن أن نقول هنا انتهى الربيع العربي ونستسلم، أو يستسلم العالم إلى ما يراد نعم يراد لقادة الثورات ولقيادات الربيع العربي أن تستسلم وتقبل. هذا غير ممكن. الثورة الفرنسية استمرت أكثر من 10 سنوات حتى تمكنت، ونعم بدايتها لم تكن كنهايتها. ويعني طيب هذا لكن الحقيقة أستاذ حسين، يعني أي من الثورات لم تحقق أي من أهدافها حتى الآن، وهذا ما أريد أن أسأل عنه في لندن الأستاذ محمد العربي زيتوت. أرحب بانضمامك إلينا أستاذ محمد العربي. الواقع أن أي من الثورات العربية لم تحقق أي من أهدافها حتى الآن، على الأقل حتى تونس التي يضرب بها المثل على أنها النموذج الأكثر استقرارا تعيش وضعا هشا، تعيش احتقانا سياسيا وطبق شرائح اجتماعية ناقمة على الوضع السياسي والاقتصادي، زد على ذلك تردي الوضع الأمني. هذا ما دفع بعض المراقبين وهم كثر حقيقة إلى القول بأن الشعوب العربية الآن في هذه المرحلة آثرت الاستقرار والحفاظ على النفس أكثر من مطلب الحرية، ربما رحلته إلى مدة لا يعلم بها إلا الله. فإلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟ ألو أستاذ نبيل، سمعت السؤال؟ أستاذ نبيل تسمعني؟ أستاذ محمد تسمعني؟ نعم أسمعك. سؤالي هل أعيد السؤال؟ من فضلك. نعم، كنت قد قلت لك أن الثورات العربية لم تحقق أي من أهدافها حتى تونس مضرب المثل في الاستقرار تعيش وضعا هشا واقتصادا متراجعا ونقمة شعبية كبيرة على الوضع السياسي وعلى الفساد. هل هذا دفع كثيرا من المراقبين إلى القول بأن الشعوب العربية في هذه المرحلة آثرت الاستقرار والعيش بدلا من المطالبة بالحرية؟ السؤال هو إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟ لو كان هذا الرأي صحيح لكان لما انتفض الشعب السوداني، وأنت ترى الانتفاضة السودانية الآن تدخل ربما يومها 30 أو ما يزيد. هذا الكلام ليس صحيح، إنما ما تراه الشعوب عموما هو أن هناك قامت قيامة الدول العظمى ومعها الدول الإقليمية لكي تقضي على انتفاضة الشعوب في المنطقة العربية، سواء كانوا عرب أو غير عرب، لأن المنطقة فيها كما تعرف أصول أخرى. قامت قيامة هذه الدول لأنها لا تريد لهذه المنطقة أن تتحرر، هي تريدها كسيحة أسيرة، تريدها أن تظل
منهوبة أن تظل تحت أقدام طغاة، طغاة العالم وطغاة الداخل. فالقول من أن الشعوب العربية آثرت، لا، الشعوب العربية تقاوم، والدليل ما نراه في عدة أماكن. إنما فهمت الشعوب الآن أنا في الحقيقة قد تغير النظام في تونس، وقد تغير النظام في مصر، وقد تغير النظام حتى في سوريا، لكنها لن تذهب بعيدا إذا بقيت الدولة المسلمة والحرمين تحت أقدام طغاة. هنا اتضح أن السعودية تخوض، وفي الحقيقة هذا كان من اليوم الأول لهروب بن علي، حينما هرب بن علي في 14 يناير 2011 لم يذهب إلى فرنسا العلمانية المتطرفة مثله، ولا إلى إيطاليا ولا إلى مالطا، لأنهم لم يسمحوا له، لكنه ذهب إلى جدة. إن هناك في جدة وما جاورها، في الرياض وما جاورها، هناك الثورة المضادة المطلقة، وبدون تحرير تلك المنطقة ستظل مناطقنا كلها، حتى ولو سقط الطاغية هنا أو هناك ستظل في التلاعب. ما نرى يحدث في سوريا هذه الفترة. لكن تتحدث عن أن، يعني أستاذ محمد، تتحدث عن أن الثورات يعني لم تتوقف، وأن لا تتفق مع هذا الرأي الذي يقول بأن الشعوب العربية آثرت الاستقرار على المطلب الحرية. لكن يقول ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ حسين، وهذا يوافقه بعض الكتاب الذين عالجوا قضية الثورات في الوطن العربي، يقول الثورات كانت طوبوية مثالية، يعني فقط ذهب الرئيس أو ذهب القائد وانتهى كل شيء، لم تنصب المحاكم، لم تحاكم، لم تعالج معالجات جذرية للأوضاع، وبالتالي هذا أثبت، ربما يقول أثبت نوعا من الضحالة السياسية لدى طبقات الثورات العربية. ليس الشعوب أن تكون على فهم عالي فيما يتعلق بما هي الثورات وما هي الثورات المضادة وكيف نواجه الشعوب، تنتفض ضد الطغيان، ضد القهر، ضد الإذلال، ضد الإهانة. ونحن نعرف أن البوعزيزي مثلا، وهو الذي منه انطلقت شرارة، كان انتفاضته وحرقه لنفسه كان جاء لسببين، سبب أنه مفقر ومجوع، وسبب الثاني أنه تم إذلاله بشكل مهين. إذن الشعوب ليست هي التي تجعله، إنما هي النخب. النخب صحيح، أنا أتفق مع هذا الرأي، أن النخب التي تولت الأمر خاصة في مصر لم تكن على فهم واعي كبير بأن إعادة إنتاج النظام، أن سقوط مبارك والإبقاء على جنرالاته، الإبقاء على قضاته، الإبقاء على دبلوماسيه، الإبقاء على موظفيه، لن يذهب بنا بعيدا. وهذا هو الذي تعلموه هنا في مصر، ومعهم تعلمته كل الشعوب العربية، ولكن بثمن غالي وباهظ. هم الآن مثلا كثير من قادة الثورة المصرية، أو على الأقل من الذين تسلموا أمر الثورة المصرية، في السجون أو في الملاجئ أو هاربين. تعلموه، لكن تعلموه متأخر جدا للأسف. نعم، عندما تقوم الثورة يجب الإطاحة بجنرالات الطاغية وبقضاته وبدبلوماسيه وبموظفيه وبأتباعه، وخاصة بإعلامه. نعم، خاصة بصحفيه. طيب، حقيقة قبل الحديث عما يجب أن تفعله الثورة عندما تقوم في وجه الأنظمة السياسية، أريد أن أسأل الأستاذ حسام الشاذلي من فيينا، يعني عادة ما الأسباب التي تحرك الشعوب للقيام في انتفاضة أو ثورة؟ هل هي تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، أم تقهقر الحريات السياسية والعامة في أي بلد من حيث المبدأ بشكل عام؟ السلام عليكم ورحمة الله، برحب بحضرتك بضيوفك الكرام. هو طبعا أكيد المنطقة العربية لها وضع خاص، ويبدو أن مفهوم الحريات ومفهوم الديمقراطية أو المحرك الديمقراطي الذي يمكن أن يدفع الشعوب إلى الثورات هو في الحقيقة محرك غير مكتمل، لأنه بيعتمد في الأصل على القوى المؤثرة في الشارع، القوى التي تعمل على عملية إكمال الوعي الديمقراطي وتربية أجيال تفهم حقوقها. وفي الحقيقة القوى الموجودة في الشارع العربي بصورة عامة وفي الشارع المصري تفتقر إلى هذه القدرة، فهي لم تستطيع على مر السنين ولا الأعوام أن تقوم ببناء هذا النوع من الجيل. فالمحرك الأساسي الذي رأينا حتى الآن ما زال هو المحرك الاقتصادي، وفكرة الفقر والقهر الغير مسبوق المرتبط بتدني الحالة المعيشية ومستوى المعيشة.
ولكنني في هذه الحالة يجب عندما ننظر إلى هذه الحالة لكن هذه بصورة الحالة التي عامة. تحدثت عنها، معذرة أستاذ حسام، هذه الحالة التي تحدثت عنها ربما لا تكون ثابتة أو تنطبق على جميع مثلا المناطق العربية التي شهدت الثورات. مثلا في سوريا رفعوا شعارات الحرية، شعارات الكرامة في بدايات الثورة، لم يكن العامل الاقتصادي حاضرا في الشعارات. هذه الشعارات التي ترفع، وهنا يجب أن نفرق بصورة واضحة. فعندما نريد أن نقيس أي مشكلة يجب أن ننظر إلى جذور المشكلة الحقيقية، وليس لما يتم تصديره في الشارع عندما تقوم الثورة. عندما قامت الثورة المصرية كانت تنادي بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وكان غالبية الكلام في نطاق وسياق أن البحث هو عن الحريات. وطبعا لا يمكن إنكار أن عملية الرخاء الاقتصادي مرتبطة بالحريات، ولكن في حقيقة الأمر أن الشارع العربي والشعوب العربية في غالبيتها التي حاولت القيام بالثورات بالأخص هي شعوب في غالبيتها مقهورة اقتصاديا، شعوب تعاني من فقر مدقع ومن سرقة لأموالها ولثرواتها بصورة مستمرة، بدءا من رئيس الجمهورية إلى جميع الحكومات. وهذا رأينا في مصر وفي تونس وفي سوريا وفي السودان وفي غيرها، حتى في ليبيا، بالرغم من وجود هذه الأموال. وعلى الطرف الآخر، ما أدى إلى استقرار الحكومات الملكية إن أسميتها صحيحا في الإمارات والسعودية هو مجرد استخدام الأموال لزيادة ترقيع الشعوب. أنا أذكر بصورة واضحة كيف قام النظام السعودي عندما نجحت الثورة المصرية في 2011 بضخ كميات من الأموال لزيادة مرتبات الموظفين وزيادة عوائد الدولة للموظفين لإيقاف فكرة الحرية، فكرة عندنا كان. يعني هذا قد يقول لك قائل أستاذ حسام ليس دقيقا هذا الكلام، لأن نكون أحرارا. طيب، هذا الكلام قد يقول لك قائل ليس دقيقا، لأن السعودية ضخت الأموال لمصر حتى لا يسقط الدولة، أكبر دولة عربية تسقط على الأرض، وبالتالي هناك يحصل فراغ استراتيجي كبير في المنطقة العربية. لا، أنا أتحدث عن ضخ الأموال السعودية في السعودية يا أستاذ جهاد. عندما أقول عندما حدثت ونجحت الثورة المصرية، كان الإخوة السعوديون بدأوا في التواصل بصورة واضحة ويتحدثون عن الحريات، بدأوا يسمعوا من المصريين، هناك أكثر من 2 مليون مصري في السعودية. فماذا فعلت الحكومة السعودية لكي توقف هذا المد داخل السعودية؟ ما حدث بعد ذلك هو طبعا أن السعودية ضخت المليارات في مصر لكي يحدث الانقلاب العسكري ولكي يحكم. ولهذا نجد أن العامل الأساسي في الثورات العربية والعامل الاقتصادي، وللأسف الثورات التي تقوم على العامل الاقتصادي فقط من السهل التلاعب بها ومن السهل إسقاطها. طيب جميل، يعني قلت في مستهل الحلقة بأنك غير مقتنع بأن موجة الانتفاضات العربية توقفت في المحطة السورية، وعبرت غمزا ربما أن هناك ربما تكون انتفاضات مقبلة في الطريق، لكن وهذا بالمناسبة لست وحيدا في هذا الرأي، هناك بعض الآراء تذهب هذا المذهب، لكن كيف يمكن الاقتناع بهذا الرأي في وقت الآن المنطقة العربية كل البلدان التي شهدت ثورات، الثورات المضادة هي التي نجحت وبدأت تقطف الثمار، كيف يمكن أن تقنع بهذا الرأي؟ أولا، بقاء الأسباب للثورة الأولى هو عامل مساعد لاستمرارية الثورة. هذه نقطة يعني لازم نركز عليها. لماذا قامت الثورات؟ لأن هناك أسباب، هذه الأسباب ما زالت، بل زادت هذه الأسباب وزادت القمعية. أنا يعني أختلف مع الأستاذ عندما قال الاقتصاد هو العامل الرئيسي. الاقتصاد ممكن أن يكون عاملا من عوامل الثورة، ولكن لا يمكن أن يكون رئيسي. جميع الثورات التي حدثت كانت تطالب بالحرية والكرامة، ولهذا أنه لا يوجد عالم في العالم مثل الأمة، أمة العرب، قدمت تضحيات من أجل الحرية أبدا. لاحظ في تونس، لاحظ في مصر، لاحظ في سوريا، مئات الآلاف، نصف الشعب تهجر وما زال متمسك بالحرية لحد هذه اللحظة. فلا توجد أمة تقدم وتضحي من أجل الحرية كما يقدم الشعب العربي. ولكن هناك صورة نمطية أريد للعربي أن هناك هو متخلف وهو جائع ويحتاج أن تشبعه ثم يسكت. هذه الصورة خاطئة. أنا أعتبر الاقتصاد واحد من الأسباب، ولكن لم يكن هو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي هو العامل السياسي. جميع هذه الأسباب هي باقية
في النظام الحالي فهي قابلة لعودة الثورات العربية، ولكن أكد أقول لن تكون هذه الثورات التي ستعود بنفس الطريقة التي قامت عليها، بمعنى الآليات مختلفة، ستكون هناك فيها شيء من العنف، شيء من الصلابة. هو لو أذنت لي أن نؤجل هذه الحديث في هذه الجزئية إلى ما بعد الفاصل، ولكن يعني باعتبار أن هذه الهزات الكبيرة، يعني الانتفاضات العربية هي حدث كبير، حدث جلل ليس صغيرا، وثمة من يقول بأن الأحداث الجلل هذه لا تتكرر في أوقات قصيرة. لو أذنت لي أن أذهب إلى فاصل ثم نستكمل الحوار، هذا فاصل قصير نعود بعده لاستئناف الحديث. أسعدكم الله مشاهدين الكرام، نحن معكم نواصل الحديث عن مستقبل الانتفاضات العربية. أستاذ محمد في لندن، الثورات يعني نتج عن هذا الحراك الجماهيري في عدد من الدول العربية دمار وتهجير وتغيير ديموغرافي وقتلى واعتقالات واغتصاب، حدث ما شئت، لكن ماذا عن الجانب الإيجابي من الانتفاضة العربية؟ ما الذي حققته برأيك؟ طيب، يبدو أن انقطع الاتصال مع الأستاذ محمد. أذهب إلى فيينا. أستاذ حسام، عاصفة الانتفاضات التي ضربت المنطقة لحقتها عاصفة ربما لا تقل ضراوة، تمثلت بالانخفاض الحاد والقياسي بأسعار البترول وصولا إلى 51 دولار إلى سعر البرميل، برميل البترول في يومنا هذا. صراحة هنا يطرح السؤال، هذا الواقع السياسي والأمني والاقتصادي في مستوياته العربية الراهنة اليوم، إلى أي حد يمكن أن يسهم في إعادة ضخ موجة جديدة من الاحتجاج في المنطقة العربية؟ أكيد الوضع بصورة عامة يمكن أن يساهم في ضخ موجة جديدة، ولكنني كما ذكرت مسبقا عندما نقوم بتحليل الوضع من الهام جدا أن ننظر إلى الجذور الحقيقية، بمعنى أننا في واقع الأمر عندما نتحدث عن انخفاض أسعار البترول فإحنا يجب أن نتحدث عن ظهور البدائل الجديدة للطاقة وانتشارها، وحقيقة أن الطاقة التقليدية بما فيها البترول ستنتهي في عام 2040 ولن يكون هناك سبيل لحسابها، ولذلك تتجه جميع الدول بما فيها دول البترول حاليا بما يعرف بالطاقة البديلة. ولكن عندما نحاول أن نقيس هل حقيقة الوضع بصورة عامة يساهم في صنع موجة جديدة، نعم بس بكل صورة، طبعا الأسباب كما ذكر الأستاذ ما زالت موجودة، لكنني في الحقيقة أرى أن هذه الأسباب إذا لم يتم تحويلها إلى وجود نوع من الإدراك والوعي الجديد لصناعة الثورة فقد تكون أي ثورة مقبلة يعني نتيجتها هي، حتى إذا قامت يعني ثورة جياع أو قامت ثورة في الحقيقة يعني أدت إلى نوع من الانفجار الكامل، لأننا لا ننسى أن في الآخر هناك عوامل من ضمنها عامل وجود الجيوش، فالجيوش والقوى لهي عامل مؤثر جدا في عملية السيطرة على الثروات، ونحن لا يمكن أن نقول بأن الشعوب تدافع عن الحرية لذلك قد تم تهجيرها، ولا لا، في الحقيقة الوضع بدأ بسبب يعني الدفاع عن الوضع الاقتصادي والسرقات ومحاولة وجود ثورة لتحرير البلاد كما حدث في مصر وتونس عندما حدث ذلك في سوريا، ثم بدأت الحرب، وعندما بدأت الحرب وتدخلت الجيوش يجب هنا أن ننظر إلى أن موضوع قياس القوى التي تؤثر على نجاح الثورة من أهم هذه القوى هو الوضع العسكري والجيوش، وإذا لم يتغير هذا الوضع فإذا قامت ثورة غدا في أي دولة عربية فمن الممكن أن تعود. الحل الوحيد هو أن يصل المواطن العربي بوعيه إلى ما نسميه حالة الفصام الذهني المدافع عن الحرية. وما هي هذه الحالة؟ كما رأينا في فرنسا عندما حاول الرئيس الفرنسي مجرد تغيير الأسعار بدون موافقة الشعب
بدأت الناس في الدخول في في النزول في الشوارع وحرق السيارات، وقامت ثورة كانت الناس كان الفرنسيين مستعدين فيها بالتضحية بأرواحهم من أجل أن يقف هذا القرار. لماذا؟ لأن هؤلاء أو هذا الشعب قد تم تنشئته على فكرة الدفاع عن حريته مقابل حياته. يجب أن تصل الشعوب العربية إلى هذا المستوى من الإدراك والوعي حتى يمكنها أن تحافظ على حريتها وعلى ثورتها، وألا تكون ثورتها فقط. لكن عمليا يعني حتى لا يكون الكلام أستاذ حسام، يعني أريد أن أذهب إلى لندن للأستاذ نبيل محمد بصورة قوية. طيب، حتى لا يكون الكلام مجردا، أرجو الاختصار. يعني أنت تقول بأنه يجب أن يتحلى الشعب العربي بالوعي أصولا كما فعل الفرنسيون. طيب، يعني هذا حتى لا يكون الكلام مجردا، كيف يمكن بناء لدى هذه الشرائح الوعي الذي أتى في فرنسا من نظام سياسي مستقر؟ أنا ذكرت يصل إلى مستوى من الوعي. نحن لدينا وعي بصورة عامة. المقصود هنا قد يكون المكان أنه من المفترض أن نعمل كلنا كنخب عربية أو كمهتمين بالشأن العربي على بناء هذا الجيل العربي الجديد الذي يمكنه أن يدافع عن حريته في مقابل حياته. هذا ما يجب أن نعمل عليه، هذا ما يجب أن يكون محرك للثورة القادمة. ولهذا يجب تنشئة هذا الجيل بصورة مختلفة. يجب أن يتولى الآن القيادات والنخب الموجودة والمتصدرة على الساحة العربية للثورات، للأسف ليست كلها تستطيع أن تقوم بهذه المهمة ولا تحمل هذه المعاني. يعني يجب علينا طيب أن ننظر إلى ما هي القوى الشعبية الموجودة في الشارع العربي، كيف قامت الثورات العربية. عندما نتحدث طيب على التيار الإسلامي أو التيار الليبرالي، لا لا يعني لا، يجب علينا أن نعرف كل شيء بصورة حقيقية. ما هي قوة هذه التيارات وما قدرتها على فكرة التغيير الحقيقي السياسي؟ أعتقد أننا قد أثبتنا في التجربة الأولى فشلاً كبيراً. طيب، هذا أريد أن أبحثه أستاذ حسام، هذا أريد أن أبحثه معك بشيء من التفصيل حقيقة، لكن ليس قبل أن أذهب إلى لندن مع الأستاذ محمد العربي زيتوت، لأن وقته ضيق ربما. أستاذ محمد، يعني يدور الحديث في هذه الحلقة وخارج هذا الاستوديو عن أن هناك موجة انتفاضات آتية لا محالة إلى المنطقة العربية، لكن هؤلاء المتحدثين يتجاهلون أو ربما يعني لا يلتفتون كثيرا إلى أن كل الدول العربية تقريبا تكاد تعيش ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية شبه متطابقة، ومع ذلك لم نشهد الانتفاضة إلا في عدد محدود من الدول العربية. ما الذي منع هذه الدول وهذه الشعوب من الحراك؟ أغلبية الدول العربية، تقريبا نصف الدول العربية، شهدت بشكل أو بآخر انتفاضات. حتى في العراق كانت هناك انتفاضات وبشكل شبه مستمر، للأسف دخلت عليها عوامل أخرى أفسدتها. الشعوب تنتفض، تتحرك، تواجه، ولكنها هناك قمع كبير وكبير جدا يحظى بتزكية دولية. يعني هل كنت تتوقع أو تتصور أن جنرال السيسي الذي قتل الناس علنا في الساحات العامة أن تفتح له العواصم الغربية والشرقية بلا تحفظ، وأن يحظى بدعم روسي، صيني، أمريكي، بريطاني، فرنسي، ألماني بلا تحفظ؟ لو حدث من أي جنرال في العالم بذلك لقاطعوه، على الأقل كانوا يقاطعونها، وعلى الأقل كانت ستكون العلاقات غير سرية. لكن بما أنها شعوب المنطقة العربية فهم يذبحونها أو يدعمون من يذبح. ثم القول أن الفرنسيين كانوا منظمين وثورتهم فقط أردت أعلق سريعا على ما قاله الأخ. الفرنسيين في الحقيقة الثورة أكلت أبنائها، يعني أن الثوار ذبحوا بعضهم بعض بشكل غير مسبوق. ليس فقط أنهم المقصلة كانت، ونعرف أن المقصلة وتاريخ المقصلة كيف كان، أنها ذبحت الأرستقراطيين الكبار مع الملك، ولكن الثوار فيما بينهم كانت هناك مجازر ليس لها حدود. ولولا أن نابليون خرج في حروب خارجية لما توقف ما كان يحدث هناك، بل أنه استمر. الثورات العربية ستستمر، الشعوب العربية ستستمر، لأن الأسباب نفسها، بل أنها ساءت أكثر. لكن فقط أنا كنت بدأت بالحديث عليه، قلب الثورة المضادة يوجد في أرض الحرمين اليوم. بدون تحرير مكة والمدينة لن تتحرر أي منطقة عربية أخرى. باختصار بسيط،
السعوديه وحكام السعوديه يمتلكون اموال ضخمه وهم مستعدين يقوموا بكل شيء من اجل تدمير هذه الشعوب ومن اجل ان يبقى الطغيان في الداخل وفي الخارج. طيب أستاذ محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، أشكرك شكرا جزيلا لهذه المشاركة المثمرة. أتحول إليك أستاذ حسين، يعني لا شك أن الشعوب العربية التي انتفضت قامت من أجل أسباب سياسية اقتصادية اجتماعية معينة راهنة، بعد 8 سنين أو 9 سنين من هذه الثورات، ما الذي أزيل من هذه الأسباب وما الذي بقي؟ لم يزل شيء، بقي كل شيء وزاد، ولهذا السبب هذا مبرر لعودة الثورات، ولكن أيضا بأسلوب جديد وأيضا بقيادات جديدة، ليست القيادات الكلاسيكية التي ذكرها بعض الضيوف. هذه القيادات الكلاسيكية المثالية في أدائها لا تصلح لقيادة ثورة مستقبلية على الدولة العميقة التي عانت منها الشعوب. اليوم الشعوب التي ثارت الدولة العميقة مارست أسوأ من النظام الذي ثارت عليه، بمعنى في مصر نظام السيسي هو أشد من نظام مبارك على الشعب المصري. في الدول الأخرى التي ثار فيها الشعب العربي، ولهذا السبب بقيت الأسباب وزادت من الطين بلة، وكان هناك أشد من الاعتقال والقمع والظلم. في تونس هناك حرية سياسية مبالغ فيها، لا يا سيدي، حتى التونسيون يقولون ذلك. تونس حالة استثنائية ولكن ليست هي الحالة المثالية اللي تتكلم عنها. في تونس اليوم المؤسسات العسكرية باستطاعتها أن تلغي كل ما هو موجود من بقايا الثورة، ولكن طالما الأمور في سوريا هناك منطق المصالحة الوطنية، الفصائل تعود إلى حد النظام. ليست مصالحة وطنية. شوف الثورات العربية عانت نعم من مشكلتين، أولا الدعم الخارجي الذي تخلى عنها وانحاز للنظام القديم، هذا واحد، والمشاكل الداخلية بين القيادات الثورية. اليوم سوريا تعاني من قياداتها سواء الفصائلية أم مشاكلها الداخلية من الائتلاف أكثر مما تعاني من الآخرين. هذه قضية، لهذا نقول أنه نحتاج إلى قيادات جديدة، قيادات غير انتهازية ولا نفعية ولا مثالية. طيب في الأطارية أستاذ حسين، حتى أناقش معك بشيء يعني أكثر تفصيلي. نعم. يعني هذه الشعوب التي ثارت بشعارات عفوية ونظمت نفسها في الشارع بتظاهرات مدنية، لكن تبين بعد ذلك أن كثيرا من القيادات الثورية كانت نفعية انتهازية بين قوسين أكثر مما خدمت الثورة. كيف لهذه الشعوب أن تثور وسط قيادات ثورية وجدتها هذه الشعوب أكثر فسادا من الأنظمة التي ثارت عليها؟ يعني كيف ستثور هذه الشعوب؟ ستثور لأنه نشأت قيادات شبابية جديدة هي فاهمة للوضع أكثر من هذه القيادات. القيادات الكلاسيكية الكبيرة هي منذ يعني لا تصلح للقيادة الثورية باعتبارها تأثر على نفسها وتأثر إلى السلمية أكثر. اليوم القيادات الشبابية التي شاركت في الحراك الثوري أدركت الحقيقة، فهي القيادة المستقبلية للحراك الثوري الجديد، ولكن كما قلت لك بأسلوب جديد بآليات جديدة وهي أيضا بقيادات جديدة ستمارس ما يستحق النظام الدولة العميقة والممولين للنظام الدولة العميقة اليوم من المال السحت الموجود الذي مول مصر ومول الآخرين، والآن اليوم يصرف على كل هذه الأموال النفطية تصرف على الثورات المضادة. هؤلاء أيضا سينالهم ما ينالهم من الآخرين بهذه الطريقة الثورية. هذه الطريقة الثورية تشكل محاكم ثورية، ليست نفس المحاكم الدستورية التي كان يديرها النظام السابق، نفسها تحكم، ورأينا في مصر ما يجري، هذا غير ممكن. طيب بعدما وصلت إليه الحال في سوريا بأن البلد قاب قوسين أو أدنى من أن تقسم على أساس جغرافي، وكذلك في ليبيا الحال، وكذلك عودة منطق حكم السلالة في اليمن، هناك خوف حقيقي لدى كثير من المراقبين العرب من أن أي موجة انتفاضة جديدة قد تنتهي بفتح المجال أمام القوى الدولية للتدخل بمزيد من الدول العربية. أريد أن أسأل أنت وضيفنا في فيينا عن ماذا يمكن للحكومات العربية أن تفعله استدراكا للوضع ومنعا للتغور الخارجي في قضاياها الداخلية، ولكن بعد فاصل أخير. هذا فاصل أخير ومن ثم نعود لاستكمال الحلقة. الكرام في هذه الحلقة
أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. أستاذ حسام، اليوم تبدو الحكومات العربية في وضع متأزم بعد تراجع كبير في أسعار النفط وانكشاف اقتصاداتها الريعية من دون اللجوء إلى بناء مجتمعات منتجة بدلا من أن تكون مجتمعات مستهلكة معتمدة على مصادر الطاقة. السؤال هو ما خيارات هذه الحكومات العربية في مواجهة شارع محتقن وغاضب؟ الحقيقة أنا يجب أن أبدأ بأنني أقول أن عندما ننظر أن الحل في يد الحكومات العربية، فأنا أعتقد أن إحنا عندما نتحدث عن النموذج المصري نحن نتحدث على نظام انقلابي قد استولى على السلطة، فهو في الحقيقة لا يلقي بالا إلى الشعب، وهو يستخدم الآلة القمعية طوال الوقت لفرض ما يريد عن الشعب. وقد وصفت الاقتصاد والحالة الاقتصادية في مصر بأنها نوع من الاقتصاد ما أسميته بالاقتصاد المسموم. في الحقيقة أعتقد أن يعني ما ننظر إليه أو ما يجب أن ننظر إليه هو ما يجب أن تقوم به المعارضة أو يعني الفصائل المعارضة، لكن الحكومات في الحقيقة حاليا يعني تختلف عن بعضها. أنا أعتقد عندما نرى في سوريا الآن السجادة تعود من جديد تحت أقدام بشار الأسد، يعني هذا السفاح الذي قتل آلاف الآلاف وشرد الملايين، الآن يعني تنتقل المنظومة السياسية من منظومة الأيدي الخفية حيث كان كل شيء في الخفاء، والآن هناك مواجهة صريحة بأنهم يريدون بشار. ولكن الحالة في مصر مثلا حالة مختلفة تماما، لأن الحالة في مصر هي حالة مبنية على محاور أساسية ثلاثة. المحور الأول هو القمع الغير مسبوق لإسكات أي محاولة لإعادة الثورة ضد النظام. المحور الثاني هو في الحقيقة تطبيق منظومة اقتصادية مبنية على القروض التي يعني وصلت إلى حد أن مصر أصبحت من أكثر الدول التي تشتري سلاحا في العالم، وأصبح معدل النمو الاقتصادي في مصر في المرحلة القادمة قد ينظر إليه البعض والكثيرون على أنه في حالة يعني جيدة، بالرغم من أن الشعب المصري في فقر مدقع. في نفس الوقت يقوم السيسي ونظامه بوضع مصر في مصاف الدول التي تقوم على تصدير الغاز، وقام بإنشاء منتدى غاز البحر الأبيض شرق البحر الأبيض، في نفس الوقت مؤتمرات للشباب. الأحوال في هذه النقطة مختلفة تماما وبصورة كاملة. ولهذا يعني يجب عندما نعرف الثورات، وهنا أنا أختلف مع ضيفك الكريم الذي ذكر الثورة لا يمكن أن تكون منظمة، الثورة هي عملية فوضوية لكنها يجب أن تؤدي إلى التغيير. وعندما يعني نقوم بتقييم أي ثورة ننظر إلى النتائج، فما حدث في فرنسا أن الفرنسيين حصلوا على ما أرادوه في النهاية. الآن أعتقد أن الحكومات ما تقوم به حاليا هو محاولة تجنب أي نوع من الثورات في المنطقة. أعتقد في يعني في مصر أو النموذج المصري مرة أخرى، حتى الأحاديث على فكرة المصالحة أو عملية المصالحة السياسية تبخرت تماما، سواء كانت كذبا أو حقيقة، لأن النظام يعني يفرض سيطرته يوما يعني بعد يوم بصورة أكثر مع المجتمع الدولي ومع المصالح الاقتصادية. الحل الوحيد يجب أن يأتي من المعارضة، يجب أن يأتي من المعارضة. طيب، هذا أيضا سأعود إليك لأبحثه. أستاذ حسين، مروان المعشر الدبلوماسي ووزير خارجية الأردني السابق حقيقة كتب مقالا في غاية الأهمية في دورية فورين أفيرز الأمريكية، قال فيه إن على الحكومات العربية أن تستدرك وتتحرك بسرعة لترتيب صفقة اجتماعية جديدة مع مواطنيهم قبل أن تجرفهم عاصفة ثالثة لا تبقي ولا تزر. السؤال هو يعني ما مدى امتلاك هذه الحكومات لتحقيق عقد اجتماعي وسياسي مع شعوبها، سواء إمكانية أو الإرادة؟ الإمكانية ممكن ولكنها تكتيكيا لمرحلة زمنية، ممكن حتى الشعوب تتقبل مثل هذه الإمكانية مثل هذا التكتيك لمرحلة زمنية، ولكن هل النظام العربي لديه الإرادة أن يقوم بمثل هذا العقد؟ الجواب لا.
فالكرة في النظام العربي وفي هدف النظام وليست مع الشعوب. الشعوب ممكن تتقبل نتيجة ما تغول الدولة العميقة وبطشها وبطش النظام ممكن أن تتحمل، لكن تكتيكيا وليس عن استراتيجي. لكن أستاذ حسين هناك محاولات، يعني مثلا السعودية تقدم رؤية 2030، المغرب أعطى نوعا من اللامركزية السياسية وأعطى الحكومة الإسلاميين حرية التحركة وتشكيل الحكومة. يعني هناك نوع من الحركة. لا يمكن أن نجمع بين السعودية والمغرب، هم نظامين مختلفين. ولو واحد قال رؤية لمدة 2050 هل معناه هو باقي 50؟ يا سيدي قضية خاشقجي هزت النظام السعودي، والآن أكو حراك داخل السعودية. هذا النظام يعني بدأ تضعف شرعيته. النظام السعودي مبني على ثلاث أركان في الشرعية مالته: الركن الأمريكي والركن العائلي والركن الديني. الركن الديني والركن العائلي فقط. حتى لا يتحول الحديث عن السعودية ليست شخصية، لكن أنا أحضرت لو سمحت لي، أنا أحضرت المثال السعودي والمثال المغربي للتدليل على أن هناك نوعا من الحراك لدى الحكومات العربية تحاول أن تفعل شيء. علينا أن نميز بين الملكية الدستورية. السعوديين يريدون أن يحرروا الاقتصاد من التبعية للنفط والبترول. اسمح لي أخي، النظام المغربي ملكية دستورية وهذه ملكية سلطوية، ملكية حاكمة مطلقة. طيب. هذا فرق بين أداء ذاك وأداء. غياب الحرية وغياب الديمقراطية وتوزيع الثروات بعدالة على الشعوب هذا السبب الرئيسي. إن زالت هذه الأسباب تزول أسباب الثورة، وإن بقت هذه الأسباب بقت أسباب الثورة. هل العقد الاجتماعي الشعوب تتقبله؟ نعم ممكن تتقبله تكتيكيا نتيجة ما جرى من هول ومن يعني بطش. وأيضا يبقى العامل الخارجي مهم جدا لمثل هذه العقود الاجتماعية من قبولها ورفضها. العامل الخارجي العامل الدولي هو من دفع الدولة وهو من ساند الدولة العميقة والثورات والأنظمة السابقة على الثورات العربية الحالية. العامل الخارجي عامل مهم جدا في استمرار الثورات وعدم استمرارها أو تأخيرها، ولكن يبقى هذا كله في فترة تكتيكية ليست على المستوى الاستراتيجي، على المستوى البعيد. طيب أريد أن أسأل أستاذ حسام يعني سؤال أخير لك، هل يمكن للدول العربية الاقتداء بالتجربة المغربية عندما تنازل الملك عن بعض أو كثير من سلطاته وأدخل الإسلاميين إلى القرار السياسي في البلاد وحصل نوع من التفكيك حالة الاحتقان في الداخل؟ هل يمكن للدول العربية لديها فرصة لمراجعة ذاتية وبالتالي إعادة كتابة عقد جديد على أساس اجتماعيا أو سياسيا مع قواعدها الشعبية؟ أعتقد أن يعني أنني من الممكن إذا تحدثت على هذا المثال وخاصة في المغرب فلا أجده ينطبق على باقي الشعوب العربية، خاصة أن ما حدث في مصر حدث عدة مرات. أولاً المغرب لم تقم فيها ثورة، لكي يعني ننظر إلى نفس الآليات ونفس المحركات ونفس لم تقم فيها ثورة. الشيء الثاني أننا في مصر يعني كان هناك حركات متضخمة ومتسارعة من الأول عالجها نحكم عليها كثورة، لكن في الحقيقة في مصر قام منذ زمن مبارك وقبل السادات وكان هناك محاولات كثيرة جدا لإدخال الإسلاميين ولوجود لهم دور واضح، وقد يعني تبوأوا عدد كبير من مقاعد مجلس الشعب، ويعني فهذه التجارب في الحقيقة هي مجرد تجارب سورية للسماح للنظام القمعي الدكتاتوري الحاكم للاستمرار فقط بإعطاء متنفس للمعارضة. فإذا نظرنا اليوم أنا أتفق تماما مع رأي يعني الأخ الكريم ضيفك الكريم بأنه في الحقيقة تكتيكيا الشعوب الآن هي مغلوبة على أمرها، يعني إذا عرض لأن الشعوب الآن تواجه الموت والقتل والاعتقال فقد تقبل الشعوب. طيب بأي أستاذ يعني حسام لو أذنت لي بهذا السؤال، يعني الاقتصاد الريعي مهد مثلا مهد الكثير ساعد كثيرا الأنظمة الحاكمة على إقامة نوع من التوافق مع النخب وتقديم عوائد مالية رفع زيادات مثلا، هذه في الدول النفطية. في الدول العربية مثل الأردن تونس مصر كانت تعتمد على المساعدات الدول النفطية وعلى التحويلات الداخلية، التحويلات من الدول النفطية إلى داخل هذه البلاد كانت تشكل 10% من الناتج المحلي، يعني هذا كان يساعد في سد عجز كبير في الميزانيات. الآن الدول النفطية هي نفسها في أزمة مع الحديث عن انخفاض الحاد والقياسي بأسعار النفط والحاجة إلى مصادر طاقة بديلة، يعني ليست لديها خيارات كبيرة، لم تعد قادرة على مساعدة الدول غير النفطية. ما خيارات هذه الدول لاحتواء هذا الشارع الذي يبدو أنه يزيد غضبه يوما بعد آخر؟ في الحقيقة أنا يعني يجب أن أقول مرة أخرى أننا نتحدث عن نماذج منفصلة. فإذا تحدثت عن مصر بصورة عامة، كمية القروض التي حصل عليها النظام المصري
في عهد السيسي هي في الحقيقة ضعف كمية القروض التي حصل عليها كل الرؤساء المصريين من بعد يعني أحداث 1952 منذ ثورة أو انقلاب 52. في الحقيقة مصر الآن لديها من القروض المالية ما يسمح لها بعمل جميع المشروعات، لكن الأولويات مختلفة، والتطبيع مع الكيان الصهيوني مختلف ومع إسرائيل، يعني نعم. النظام يفعل كل شيء من أجل تثبيت أركانه. لكن هل في الحقيقة من الممكن لنظام أو لقائد لنظام قد قام بقتل هذه الأعداد من المصريين، هل من الممكن أن يسمح بتواجد للمعارضة أو بفتح سجون المعتقلات؟ أنا أعتقد أن الموضوع هو موضوع وجود، في الحقيقة هي عملية حياة أو موت. فما يحدث الآن نعم. أنه لا يمكن لأي نظام قمعي ديكتاتوري وصل إلى هذا المستوى من القمع أن يقدم تنازلات أو حتى أن يقوم بأي، هي مجرد نعم. دائما يعني لأنه يخشى من رد فعل، ويعلم أن الشعب في انتظار القصاص، نعم. وأن هؤلاء الآلاف طيب الذين قتلوا لديهم من ينظر للقصاص في يوم وضحت من الأيام. وضحت الفكرة أستاذ حسام. أستاذ حسين، يعني الآن نمو سكاني كبير في الدول العربية لا يكافئه نمو اقتصادي، وبالتالي تركز القرار بيد نخبة صغيرة وقليلة في منظومة الحكم. السؤال، إلى أي اتجاه يسير مزاج الشارع العربي برأيك الآن؟ مزاج الشارع العربي يسير باتجاه لابد من مؤسسات لهذه للدولة، سواء مؤسسات اقتصادية مؤسسات قضائية، بمعنى مؤسسة الدولة هو الحل، وإلا الشعوب ذاهبة إلى الحالة الثورية. النظام بغياب المؤسسات سواء على المستوى الاقتصادي والقضائي والاجتماعي والآخر، اليوم لا توجد مؤسسات في الدولة، الدول العربية ليست دول مؤسسات أصبحت، فبالتالي الشارع سيذهب إلى الحالة الثورية أو حالة التمرد، تصل تتجاوز الحالة الثورية إلى حالة تمرد تحصل. ولكن يبقى العامل الخارجي عامل مهم في دعم الشعوب، ولا لكن هذا العامل الخارجي وقف مع الأنظمة. نعم، وقف طيب. مع الأنظمة، ولهذا لا يستطيع أن يقف مع الأنظمة فاقدة للشرعية على المدى البعيد. الآن أيضا هو في ورطة، لأنه كيف يقف مع نظام فاقدة للشرعية؟ لا هو منتخب ولا وهو ملكي ولا هو ملك دستور ولا هو لديه عدالة ولا هو قبول من قبل الشعب. الدول الغربية والدول الكبرى تدرك هذه الخطورة، أنه لا يمكن أن تستمر، فلا بد من وضع حالة يتناغم معها. لو عدنا إلى تاريخ 1917 وبعد الحرب العالمية، وجدنا أنه وجدت بعض الأنظمة لديها شيء من الحظر وشيء من المشروعية وشيء من المقبولية داخل الشعوب. هذا الحالة اليوم غير موجودة، فإما إلى حالة ثورية وإما إلى تدخل أيضا دولي خارجي لاستقرار الأمور بفقدان شرعية هؤلاء وإتيان بأنظمة إلى حد ما تكون مقبولة داخل وسط الشعوب العربية. طبعا سؤال يبقى جوابه معلقا في ظهر الغيب. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسين. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيوفي. معي في الاستوديو حسين السبعاوي المحلل السياسي، وكان معنا عبر من الهاتف من لندن محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، وعبر سكايب من فيينا حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي. شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة، في حراسة الله وعنايته.